كيفما تكن رحلتك حاول أن تعيشها برضا، واعلم أن السكة مهما طالت ستصل إلى محطتك المكتوبة لك، فليس عليك سوى الاجتهاد. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة. اليوم حلقتي المفروض يعني كان انه 4 ضيوف، لكن ما اعرف شنو الطارئ اللي صار، فاثنين من الضيوف ما اعرف اذا ينضمون لنا يعني ببدايه الحلقه، ان شاء الله المانع خير. فخليني ارحب بضيفي الاول الاستاذ عبد الزهره الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزاره التخطيط. حياك الله ورمضان كريم. حياك الله ست بكر، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، وايضا عيد مبارك ان شاء الله. شكرا جزيلا. اي فعلا هو قرب ان شاء الله. وللعراقيين جميعا شكرا جزيلا. ايضا ضيفي الاخر الأستاذ ميثم الصافي، مدير الإعلام والاتصال الحكومي لوزارة النقل. حياك الله ورمضان كريم. الله رمضان كريم عليكم إن شاء الله. إحنا كان من المفروض أنه الضيف الثالث والرابع هو أحمد موسى العبادي، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وأيضا الضيف الآخر هو الدكتور خالد شمال، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية. أستاذ أحمد يمكن راح يجي بالطريق، بس دكتور خالد ما نعرف شنو الظروف اللي صارت، فان شاء الله يتضمون ويانا اثناء الحلقه ان شاء الله المعنى. فاحنا نخلص حديث بين ما يجون الاساتذه. خليني يعني استاذنك ابدي من اليمين. استاذ عبد الزهره، عاده هذا السؤال البديهي اللي اطرحه ببدايه البرنامج، شو رايك باجواء المحطه وهذا المكان الجميل اللي يحمل ذكريات لكل شخص في العراق؟ مساك الله بالخير والعافية ست بتول مرة أخرى، مسيت العافية عليك وعلى المشاهدين جميعا. بصراحة الأجواء أكثر من رائعة، تعطي أريحية وانطباع جميل لدى الجالس في هذه الأجواء. المحطة فعلا محطة القطار أو المحطة العالمية، كثير من العراقيين لهم فيها ذكريات جميلة، سواء كانوا طلبة الجامعات أيام زمان اللي كانوا يدرسون في بغداد، أو الجنود، أو الناس اللي يروحون للمحافظات. يعني من النادر ان لا يكون لانسان عراقي ذكرى في هذه المحطه. يعني شويه يعني اتحارش بالسؤال، لان انت قلت هاي ثاني مره فقط. بالضبط، هذه يعني هذا قلناها يعني بالكواليس. طبعا بالكواليس. طبعا فعلا هاي المره الثانيه يمكن يعني ادخل للمحطه. المره الاولى كانت حسب ما اتذكر كانت 1986 او 87، كنت طالب بجامعه بغداد بكليه الاعلام. نعم. وكان به هدفين زيارة، الهدف الأول أنه رايحين لزيارة صديق زميل لنا بالجامعة يعني يسكن في الموصل، والهدف الآخر كنت أكتب تحقيق صحفي عن القطارات بالعراق. وحقيقة ضمن هذه الرحلة من بغداد إلى الموصل لازم تعايش، عشت اللحظات جميلة وخرجت بتحقيق جميل جدا نشر في حينها في إحدى الصحف. وهذه المرة الثانية أدخل بها إلى المحطة العالمية للمشاركة في برنامج المحطة. وإحنا دائما يعني مو لأنه قاعد، لا أنا أمدح دائما. دائما نأمل إنه هذه المحطة، لأن هي رمز تاريخي. هي فعلا رمز، هي فعلا ومن الرموز اللي موجودة في بغداد، فنأمل دائما إنه الناس تذكرها بالطيب. يمكن العراق من أوائل البلدان في المنطقة. نعم. اللي يعني توافر على سكك حديد متطورة، وكانت مضرب الأمثال لدى دول أخرى. نعم. يعني كنا سابقيها بمراحل بعيدة وطويلة جدا، إلا أن لحقوا بينا وأسسوا سكك حديد. إن شاء الله نرجع لهذا الأمر. خليني أرجع لك يا سامي، أنت عملك يعني. نعم. هو بحكم عملك يعني شئت أم أبيت هذا المكان تدخل له دائما، بس قبل لا تكون في عملك كمتحدث في. نعم. وزارة النقل، كنت تمر من هنا تشوف المحطة، شو يصير عندك انطباع؟ طبعا المحطة العالمية هي احدى معالم بغداد الجميلة واللي لها خصوصية يعني. فالمحطة العالمية يعني هذا الطريق اللي بنمر عليه لما كنا اطفال، ولما مرحلة المراهقة والشباب. اي اكو لمعة بعينك. نعم. اكو ابتسامة، هاي الابتسامة دائما ما الاحظها على وجوه المتحدث. لما تحكي عن شيء يخص بغداد، وانا بالنسبه لي راح الموضوع يخصني مرتين او ثلاثه، المره الاولى انه انا ابن بغداد، والمره الثانيه انه ابن وزاره النقل. فاشعر بالفخر لما تكون عندنا معالم احدى تشكيلات وزارتنا اللي هي المحطه العالميه وسكك الحديد العراقيه. فاكيد الموضوع يخليني انه تكون على يعني ابتسامه او
وشعور بالفرح والتفاخر طبعا. يعني أنا ليش سألتك هذا السؤال؟ لأنه مرات يقول البشر يحس أنه في يوم من الأيام راح أكون في هذا المكان أو راح أمثل هذا المكان، هم حسيت في يوم من الأيام؟ هو أكو طموح بس مو إحساس يعني. فالاجتهاد بالعمل ممكن أن يوصلك لأماكن اللي تريد. يعني الاجتهاد بالعمل بالإضافة إلى الشعور بالوطنية، أنه أنت تمثل دائرة معينة أو وزارة معينة، وأكيد أنت محدد فد نقاط النجاح بها وشلون تقدر تخدمها وتكون جزء من يعني من تاريخ. يمكن أنا آسف على المقاطعة بس أستاذ أحمد الله. الحمد لله على السلامة. أستاذ أحمد ساك الله بخير. رمضان كريم. شلونك أستاذ أحمد؟ الله يخليك الله يسلمك. انضم لنا الأستاذ أحمد موسى العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حياك الله ورمضان كريم عليك. مرحبا بجناب رمضان كريم عليك وعلى الأخوة الأكارم. أشكرك. إذن نرجع وياك أستاذ عبد الزهراء، اليوم احنا حكينا عن المحطة وأجواء المحطة، لكن خلينا نجي على البدايات. نعم. أنا سألت السؤال لأستاذ ميثم بس لازم أسألك إياه. أكيد. تمر من يوم وزارة التخطيط، وزارة التخطيط شاخصة ومن من المعالم أيضا المهمة في بغداد، والناس دائما يعني تحاول إنه من تمر يمها يكون إلها فد يعني ذكرى له. مريت من يمها أكيد في شبابك في الطفولة كذا، هم حسيت في يوم من الأيام أنه راح تكون بها وتكون متحدث عنها؟ يعني أولا أقول أنه كما المحطة العالمية هي صرح أو معلم من معالم بغداد المعروفة والشاخصة، كذا الحال بالنسبة لوزارة التخطيط كمبنى وكصورة ذهنية عند الناس. أيضا معروفة البناية الحمراء، يسموها العراقيين البناية الحمراء، ما يقولون البناية الحمراء معلم يقصدون بها التخطيط. يعني ماكو هي حتى شكلها كبناية مميز بصراحة، يعني اللي يشوفها من الجو يشوفها أنه عبارة عن سفينة وشراع، يعني هي عبارة عن بنايتين يعني متداخلتين، يعني أي وبي ألف وباء، ولكن اللي يشوفها من الجو يشوفها سفينة، وهي حقيقة تغفو على شاطئ دجلة، يعني بالضبط على الشاطئ تماما. حتى عندنا احدى القاعات بالوزارة اسميناها القاعة النهرية لأنها صار موازية للنهر. فبالتالي هذا موقعها وشكل البناية، يعني صارت تمثل فد رمزية جميلة عند العراقيين. أنا بالنسبة لي بصراحة التخطيط ربما ما كانت في وارد ذهني أنه في يوم من الأيام سأكون في هذه الوزارة وسأكون متحدثا باسمها لسنوات عديدة. دخولي إلى وزارة التخطيط ربما كان بالمصادفة في عام 1993، وهنا أتحدث عن تواريخ يعني ثابتة ومحققة. هاي كبر بنفسي يعني لك قبل شوية 86 87. أي نعم 93. لا أنا تخرجت من الجامعة بال91. ذهبت إلى الخدمة العسكرية كان في ذلك الوقت، وتخرجت وتسرحت بصورة أدق من الجيش في عام 1992. نعم. ب93 يعني بصدفة قرأت إعلانا في إحدى الصحف أن وزارة التخطيط بحاجة إلى محرر صحفي واحد. أنا في حينها كنت يعني تقريبا مقبول تعييني في وزارة الإعلام، ولكن بعدني مباشر، يعني مقبول بس مباشر. فبصراحة من قرأت هذا الإعلان قلت خلي أروح. وأنت تعرف يعني مبدئيا انه الاف راح يقدمون. بالضبط. فمن جيت بصراحه فعلا اذهلني العدد المتقدمين، يعني مو بالالاف انما كان نتحدث عن تقريبا ما لا يقل عن 100 متقدم. ومن الجنسين، وربما الكثير منهم يحملون يعني مهارات وكفاءات افضل مني اكيد. فكان لازم يعني العب لعبه في المقابلة. كان هناك مقابلة يقابلون المتقدم، هناك لجنة بمستوى عالي يقابلون المتقدم ويسألون عدد من الأسئلة، وعلى أساسها يأشرون هذا مقبول أو غير مقبول. هم يريدون واحد فقط من هذا الجمع الكبير، يريدون شخص واحد. حسيت أنه راح يقبلوك؟ لا أكيد لا، يعني ما كان عندي هذا الأمل حتى بنسبة 1%، لأنه الموجودين كثيرين جدا، وأنا يعني متيقن أنه أكو أكفأ مني. فبالنتيجة
صعب يعني المنافسه صعب. ستة كان عندك شعر وهذا لا طبعا طبعا لا ها كانت الاجواء تهيئ للقبول فعلى عجاله خلي احكي لكم الموقف اللي صار ويا اللجنه. سالوني اللجنه كان يرأسها وكيل الوزير وضم في عضويتها مدراء عامين واخرين يمكن 4 أو 5 اشخاص. سالوني مجموعه من الاسئله كانت بسيطه بصراحه ما كنت اتوقع هاي الاسئله يعني اسئله اسماء عواصم اسماء كتاب يعني وانا كانت الذاكره بعد ما زالت يعني فريش يعني ولسه متخرج من الجامعه وعندي هذه وعلى قولة استاذ احمد عندك شعر وعندي شعر لا تكثرون سوالف على الشعر ترى عيوني هم زرق كانت مو شكل عيونك زرق مناظر ماكو فسالوني قالوا انت وين كنت تشتغل قلت لهم انا المفروض يطلع تعيني بوزاره الاعلام قالوا ليش تركت الاعلام هو هذا اختصاصك وانت صحفي وهذه شيء يعني هو عالمك ساحتك قلت لهم اولا اكو سبب يعني السبب الاول انه انت مو من السهوله ان تبرز بين عدد كبير من المختصين مو سهل لا سيما انه سابقيك بالعمر والتجربه فيراد لك وقت لو تبرز لو ما تبرز اذا توفرت لك الظروف هذا سبب فانا راح اكون اذا قبلت هنا راح اكون وحدي فراح ابرز بالتاكيد هذا سبب قلت لهم السبب الاخر حقيقه ما اقدر اتحدث عنه اكو سيده كانت موجوده من اللجنه قلت لهم الا اما تغادر السيده او تسمح لي اتحدث فاللجنه كلهم يعني استغربوا يعني استفزوا وثيروا صارتهم تشوق لشنو الموضوع المهم السيده قالت لي خلاص لك الاذن وتحدث معي انا ما عندي مشكله حتى انا هسه سويتها بس حتى اليوم مسيت همين كان موجود هم ضبطهم لهم زين اختصرنا يا فقلت لهم السبب الرئيسي اني جيت بوزاره التخطيط لانه من افوت يوميا الظهر واشوف الموظفين طالعين اشوف بنات كلش هواي كلهم حلوين حلوات يعني اليوم راح تسوي لنا مشكله ويا ام الجهال فلهذا اجيت بالوزاره هسه ام الجهال من تسمع شو تقول؟ لا حاكي لها هذه القصه ها حاكي لها هاي القصه يعني انت في مأمن الان لا يا اما بشك مراويه ما يسمن لا من القصه مو هنا انا استاذ احمد القصه مراويه هي اصلا خطفتها من التخطيط اها يعني مخططه لا طبعًا. انت في التخطيط ومخطط لا طبعا ايوه لهذا السبب يعني تحدثت هسه اتحدث بها ب يعني مطمئنان ما خايف الله يحفظكم البعض ان شاء الله فهذه قصه علاقتي طبعا دخلت لوزاره التخطيط فعلا كنت الوحيد المحرر من 1993 بديت لحد 98 صارت ظروف البعث وهذا وغيرها عوقبت نقلت الى اماكن اخرى وتركت العمل فتره ثم رجعت بعد 2003 يعني مديرا للاعلام لحد 2006 ايضا نقلت الى مكان اخر ورجعت ب 2012 من 2012 لليوم وانا متحدث رسمي باسم وزاره التخطيط كل التوفيق ان شاء الله في عملك نجي الى مراحل اخرى في 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 عملك بس اني لانه سالت الاساتذه عن الموقع فدور انه نسالك استاذ احمد شنو رايك بالمكان وشو يمثل لك المكان هذا يعني ابتداء مرحبا بجناب الست فتول مره اخرى حيا الله جميع مشاهدي قناتكم والاخوه الاكارم الضيوف اليوم زملائنا طبعا المكان ينطي انطباع يعني يرجعك الى ماهيه بغداد يرجعك الى ذكريات ربما كانت انه اودع اخويا وصعده بالقطار وانا صغير اتذكر مرافقه ابوي وامي وكذا نجي هنا اخويا كان متعين بمعمل عكاش الفوسفات بعكاشات فكان يصعد بالقطار بنفس الوقت هذا المكان يعطيك فد ارث انه معلم لبغداد فعلا يعطيك فد معلم انه ما كانت قبل الناس هم تعرف طرق السفر تعرف بالطائره وغيره وبالسيارات فكانت الوسيله هي القطار كنا نباوع عليه في شيء حلو يعني في شيء جميل راكب قطار صاعد قطار نعم بالعراق نعم صاعد قطار واصلا من هذه المحطه بالتحديد صاعد يعني واحنا دائما ضيوفنا بنسالهم مرات اكو قسم يروحون لي بصراحه اكثريه يقولون يا اما للبصره يا اما للموصل الظاهر هذين الخطين يعني كانوا باوج عملهم لا احنا ابعد نقطتين ابعد نقطتين يعني يعني القطار يكون اريح انه خصوصا انه القطار يطلع مع المغرب يوصل صباحا فهم واصلين الصبح ونايمين بالليل بالقطار فيوصل الصبح يكمل شغله براحته انا رايح للقائم يعني رايح لمعمل عكاشات بالقطار هذا اولا
أنا أعتقد أنه هو مجرد اسم المحطة، محطة القطارات أو برنامجكم المحطة، فينطيك انطباع أنه أكو محطات بحياتك يتمر بيها. يعني هو هيجي يعني، ولا ضير أنه ناخذ عن عملكم أيضا، لأن باعتبار هي فرصة أنه المتواجدين وياي متحدثين لوزارات مهمة في البلد. يعني كان بدي أنه الدكتور يكون موجود وحاضر، لكن ما أعرف الظرف، يعني إن شاء الله يكون خير. أستاذ ميثم محضر ورقة وقلم ومواضيع كثيرة، فنجي وحدة وحدة ما نسأل. بس يقول لنا ايش كتب بالورقة يعني؟ شلون؟ يقول لنا ايش كتب بالورقة؟ لا هاي محضر لكم أسوأ. لا لا مجرد اسم يعني. رؤوس أقلام. ممكن تسموه رؤوس أقلام. أستاذ ميثم، اليوم وزارة النقل، شنو المعوقات اللي يعني والمشاكل اللي تعيق عمل الوزارة؟ مثل هكذا وزارة مهمة تمس حياة المواطن بشكل مباشر. اليوم النقل عندنا مما يشكو، السكك مما تشكو، الطائرات مما تشكو. فوحدة وحدة نجيها، أول مرة نحكي بشكل عام، وبعدين بعد النقاش مع الأساتذة أيضا نرجع لك بمواضيع. بما أنه تحدثتوا عن المشاكل والمعوقات، تعرفون وزارة النقل بها بعض المشاكل الموروثة يعني للأسف، وهذه المشاكل حلها يعني يراد له جهد ويراد له حرص ويراد له تكاتف. خلال 4 أشهر الأخيرة اللي تسنن بها السيد وزير النقل الأستاذ رزاق المحيبي السعداوي، وأيضا يعني متابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء أستاذ محمد الشيع السوداني، هاي 4 أشهر الأخيرة هي أنا باعتبار ابن وزارة النقل صار لي تقريبا 12 سنة، اعتبرها هي الفتره الذهبيه للوزاره. الانتقال بالمراحل يعني مراحل المشاريع والتواجد الميداني من قبل اداره الوزاره حققت طفره نوعيه على مستوى المشاريع اللي موجوده. واحده من الامور اللي ممكن ان نتناقش بها ونحكي بها موضوع السكك الحديد، ايضا الفتره اللي سابقه كانت الشركه تعاني من خساره، ما يعني احدى الشركات الخاسره الان بدات تنتعش وتعيد يعني تفاعلها، وايضا حققت في تطور مجال السكك. البطوله الاخيره بطوله خليجي 25 كان عندها 6 قطارات ذهابا وايابا، يعني مشرفه كانت. نعم. بشكل حتى خلت البلد يرجع يصير عنده يعني نهوض و يعني للامانه. هذه واحده من مشاريع وزاره النقل وانجازاتها بالفتره الاربع اشهر الاخيره. بالإضافة إلى بعض الشركات والتشكيلات اللي تابعة لوزارة النقل اللي ما تقل أهمية عن الشركة العامة لسكك الحديد العراق، أيضا هي بطور الانتعاش والفاعلية وأيضا يعني التطور الملحوظ خلال 4 أشهر الأخيرة، وممكن يعني بالتفاصيل بالتفاصيل إن شاء الله نرجع لها. أنا أعذرني أستاذ، بس لازم أسأل استاذ احمد تعوضي يعني، بس هو متاخر يعني. دعوة هو متاخر بس يلا يمون يمون يمون. استاذ احمد، هذه الفتره اللي فاتت اللي هي رمضان، يعني مشكورين، كانت اكو لمسه مهمه لوزاره الكهرباء في شهر رمضان، بس اليوم ما ادري شكو. اليوم اكو خلل بالكهرباء بس ما نعرف شنو وين، يعني نحب نعرفه من عندك. وايضا هذا الجهد يمكن يخلي الموظفين يداومون اكثر، بالتالي لان هذا الشهر شهر فضيل وبكرم وطاعه، فاحنا كنا نتامل كمواطنين هسه احنا بغض النظر انه اعلام وكذا، نقول يا ربي برمضان ما تطفى الكهرباء، هاي وفعلا حققتوها. كيف تم الامر؟ شلون قدرتوا على الطاقه انه توفروها؟ يعني ابتداء ستي وزاره الكهرباء ومنذ تشكيل هذه الحكومه حرصت على أن تعمل باتجاهين. طبعاً باليوم الثاني على رئاسة الحكومة زارنا السيد رئيس الوزراء إلى مقر الوزارة، وناقش ملياً مع السيد الوزير والكادر المتقدم كل مشاكل وتحديات الكهرباء بصريح العبارة، قال أنا الإيجابيات أعرفهن، خلنا نطرح السلبيات بغية معالجتها، خلنا نحطها على طاولة النقاش ونحط لها المعالجات اللازمة ونمضي. طبعاً كانت الوزارة يعني بالسيد الوزير كان قد عقد اجتماعات مكثفة ليومين متوالية، يعني على طول اليوم كانت اجتماعات مكثفة، غرفة عمليات دامة الانعقاد، إعداد خطة كانت معدة سلفا واستكملت فيما بعد، تستلزم ما يلي: زيادة الطاقات الانتاجية،
صيانة الوحدات التوليدية، معالجة الاختناقات، رسم ملامح لخطة لقطاع التوزيع الذي يحتاج جهود كبيرة. لما أجى السيد رئيس الوزراء واستعرضت هذه المشاكل أمامه أولى عناية كبيرة لملف الكهرباء، هو قبالة أنه كان عنده 5 ملفات حساسة جدا، هي محاربة الفساد، الحد من ظاهرة الفقر، معالجة الخدمات، كان بأولها ملف الكهرباء، ملف ضاغط على حياة الناس، ملف معرق الناس، ملف لعشرين سنة متعثر، ملف تشوبه شبهات أنه صرف أموال كبيرة. بالتالي لما طرحت إرهاصات ملف الكهرباء أشرنا إلى تحدي أزلي لدى وزارة الكهرباء اللي هو ملف الوقود. وأعرب صراحة السيد رئيس الوزراء قال من غير المعقول أن يصار إلى تطور ملف الكهرباء بمعزل عن الوقود. لما نقول وقود يعني مصافي، لما نقول وقود يعني تأهيل حقول الغاز، لما نقول وقود معناته إمداد محطات الإنتاج التي نصبت ووضعت وجاهزة لأن تعمل بوقود كافي. من استعرضنا لحجم هذه المشكلة أشرنا له بجزئية استيراد الغاز من الجانب الإيراني. قال ليش يعني نستورد إحنا من الجانب الإيراني؟ ليش إحنا معدنا غاز؟ ومن سائل هو مو ما يعرف ويريد يسوي رأي عام، يريد يحسس القاعدين إنه هذه مسؤولية وطنية علي وعليكم وعلى الجميع أن ننهضمها. إنس الناس ما له دخل إنه يطلع أحمد موسى ويطلع وزير ويطلع متحدث ويطلع غيره وصاح مشكلة تراجع تجهيز غاز ما عندي ومحطات وقفت والناس شاليه. الناس شاليه بهذه المشكلة. من أشرنا إلى هذه الجزئية أشرنا له إلى غاز مستورد يشغل 7500 ميجا واط. قال ليش غاز ما عندنا؟ قلنا له عندنا غاز دولة الرئيس. قال زين ليش ما نستفاد من غازنا الوطني؟ قلنا ما مستفيدين من حقول الغاز. قال أنا يحترق قلبي مثل ما يحترق قلب أي عراقي، ما معقول أنا أحرق غازي بهالشكل بهالكيفية قبالة إنه خسارة الأموال. مو هذا جاي يسرطن الناس والدنيا والعالم، هذا جاي يسوي تلوث ويمرض العالم فعلا. قبالة هذا الثروة مفقودة، قبالة هذا جاي يخسر طاقة. اليوم أنا انحسار إطلاقات الغاز، تراجع إطلاقات الغاز المورد جاي يسبب عندي تعثر بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء من حيث أنه أنا جاي أفقد إنتاج. هذا أولا راهن نفسي بغيري. ثانيا بدل نقدي جاي يطلع كل سنة 8 تريليون دينار جاي أنا أعطي لي غاز وأتفرج على غازي يحترق. قال والله أنا ما ممكن أسمح ولا ممكن أقبل. لو ليش غازنا يحترق؟ حكينا له بصريح العبارة، هو بدأ يحكي بأريحية وانت انطيتوا لي سيد رئيس الوزراء من يحكي بأريحية الموظف يرتاح. انت دولة الرئيس انت تحاكينا ليش؟ خب حاكي وزارة النفط مع الاعتزاز. هذه عذرا يعني مع اعتزازي واحترامي لوزارة النفط واليوم ما موجود المتحدث، بس لازم نشير الى هذا الامر. هذه المشكلة الجذرية ما بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط صار لها سنين متجددة. الان ماكو. اولا السيد رئيس الوزراء منذ اليوم الثاني قال أنا بعد هذه المشكلة والتقاطع ما بين النفط والكهرباء، يطلع بالكهرباء صح ما عندي غاز ويطلع بالنفط وقال أطلب الكهرباء فلوس صح؟ تسمع هذا الكلام؟ قال أنتوا اثنينكم وزارات سيادية تؤدي خدمة عامة لمواطنين، احنا نقول عليهم ضراير. ضراير الآن ماكو، الآن صار حبايب مو ضراير. باعتبار أن جهد الحكومة واحد، يعملوا فريق منسجم واحد، تؤدون خدمة عامة وبالكهرباء يكمل النفط وبالنفط يكمل الكهرباء. على ذلك شنو أصير؟ أصير إلى عقد غرفة عمليات دائمة كل أسبوع، تشكيل فرق ما بين الكهرباء والنفط تجتمع أسبوعيا ترفع تقاريرها للوزيرين، جولات ميدانية رفقة وزير الكهرباء ووزير النفط مشتركة. شنو أنتج؟ أنتج عنا أنه شغلنا محطة عكاز على الغاز الوطني الحر. هذا قبل كان ماكو. ليش؟ نتيجة انه التأكيدات الحكومية، نتيجة انه جاك واحد محترق قلبه، نتيجة انه شخص فاهم المعادلة، نتيجة انه شخص مشتغل نائب، مشتغل محافظ، ومشتغل وزير. عند هذه الارهاصات واضحة من ابناء الداخل ما طالع برا، يعرف الكهرباء، يعرف مشكلته، من نجي استعرض له ارقام ما تعبر عليه، عنده المشكلة وين وعنده الخلل وين. وصى انه اشتغلوا فريق واحد، صار عندنا شنو؟ انجازات. شنو؟ شغلنا محطة عكاز على الغاز الوطني الحر، اول محطة عندنا تشتغل على الغاز الوطني الحر. بعد شغلنا محطة ميسان الاستثمارية والغازية على حق الحلفاية وعلى الغاز الوطني، وهذا ايضا منجز ثاني بينت اثارها. اول الباحة شغلنا 8 وحدات توليدية بمحطة جنوب بغداد الغازية على الغاز الوطني. هذه كانت ماكو سيد، احنا هذيك الايام راضين عليكم بس اليوم راضين.
احنا الحوادث تصير، بس انت سالتيني ليش؟ طبعا احنا تحسننا، صار لنا 3 اشهر تحسن ملف الكهرباء بشكل ملحوظ. اي اكو للامانه يعني لاحظوا الناس يعني شنو السبب؟ نعم. ليش تحسننا؟ اقول لك اياها بصراحه، خططنا صارت سريعه، جولات ميدانيه للوزير، وقف على حجم المشكله، معالجاتها، منح صلاحيات، خصص اموال طوارئ، اشتروا قطع غيار، اشتروا محولات، سووا اهلوا شبكات التوزيع، نتج عنها شنو؟ تحسن كبير بساعات تجهيز الكهرباء. بارك الله بكم، احنا نامل هذا الشيء بالتالي هو ينعكس على المواطن وينعكس على عمل الوزاره. واجبنا هذا، واجبنا. خليني اروح لفاصل اريحكم شويه وبعدها نرجع الى يعني تكمله حديثنا. مشاهدينا خليكم ويانا بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين ببرنامج المحطة مع ضيوفي الأكارم. ويؤسفني أنه أقول ضيفنا الرابع اللي هو الدكتور خالد شمال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، إحنا على تواصل وياه وعلاقة المسؤول العلاقات يعني اتصل بي وأخذ من عند الموعد وأكد على الحضور، لكن الآن يعني لا يجيب على الاتصالات، فان شاء الله المانع خير، ما اعرف شنو المانع، فيعني وجب التنويه. خليني ارجع الى ضيوفي استاذ عبد الزهرة. اليوم اكو مشاريع كثيره في البلد وهذه المشاريع متلكئه، منو اللي يقف وراء التلكؤ مالتها؟ هل هي شركات غير رصينه؟ هل هي انه بسبب الامن في البلد يعني نقدر نقول احدى الاسباب، ولو هو هسه احنا وضعيتنا صارت افضل، هل هي بسبب قلة الموارد اللي موجودة، الأيدي العاملة، لو شنو الأسباب؟ كل هاي الأسباب. انطيت الأسباب أنا. يعني ذكرت كل الأسباب، ولكن الأسباب طبعاً أكو يعني سبب يأخذ مساحة أكبر وسبب أقل وأقل ثم للأخير. أولاً أقول إنه المشاريع المتلكئة هي واحد من أهم الملفات اللي يعني تعمل عليها الحكومة راهناً من أجل معالجة واقع هذه المشاريع. لدينا أكثر من 1450 مشروع متلكئ، هذه موزعة على مختلف القطاعات، يعني موزعة على قطاعات النقل والاتصالات، قطاع النقل والمباني والخدمات، قطاع الصناعي، قطاع الزراعي، وأيضا برنامج تنمية الأقاليم المعنية بالحكومات المحلية في المحافظات، ولكل قطاع من هذه القطاعات مجموعة من المشاريع. طبعا المشاريع مصنفة إلى 3 أصناف، تصنيف من حيث مستوى التنفيذ أو مستوى نسب التنفيذ، بعضها يعني نسب تنفيذ من 0 إلى 10%، عندهم 10%، القسم الثاني أو الصنف الثاني من 10 إلى 50%، والصنف الثالث من 50 وصولا إلى 95 حتى 98. مصروف عليها تقريبا هذه المشاريع المتلكئة بمراحل مختلفة أكثر من 10 تريليونات دينار، نحتاج 24 تريليون حتى نكملها حتى تستكمل. طبعا التركيز صار ضمن البرنامج الحكومي وضمن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء على هذه المشاريع، أنه أولا نهتم بالمشاريع ذات الصبغة الخدمية، نتحدث عن مشاريع اللي تخدم المواطن. نعم، مشاريع الماء، مشاريع الصرف الصحي، مشاريع المستشفيات، مشاريع المدارس، مشاريع الكهرباء، ومشاريع البنى التحتية، الطرق وغيرها، على اعتبار هذه تمثل خدمات، والحكومة هي شعارها حكومة خدمات، فالتركيز على هذه المشاريع. شكلت لجان مختلفة، لجنة أولى شكلت برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم لمعالجة مشاكل المستشفيات. لدينا حوالي 60 مستشفى بسعات سريرية مختلفة، من 600 سرير إلى 400 200 150 سرير، وهذه موجودة في كل أنحاء البلاد. هذه اللجنة حقيقة عملت خلال الفترة الماضية بعمل كبير، وتقريبا الآن أوشكت أن تنهي أعمالها بعد ما عالجت كل المشاكل المتعلقة بمشاريع المستشفيات، ويعني نجحت اللجنة فعلا في استئناف العمل في عديد منها، وأكمل العمل في عدد آخر، وما تبقى حقيقة. كان الأسبوع الماضي كان لقاء سيد رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة، ووضعوا يعني خلينا نقول الخطوط النهائية لعمل اللجنة والمعالجة. هناك لجنة أخرى أيضا برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وعضوية هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للنظر بباقي المشاريع غير المستشفيات اللي هي موزعة على القطاعات التي أشرنا عليها. الأسباب طبعا
لعل السبب الرئيس في تلكؤ المشاريع هو القرار 347 الذي صدر من مجلس الوزراء في عام 2015 على خلفية تداعيات أزمة داعش وانخفاض أسعار النفط. كان هناك أزمة اقتصادية حادة، كان هناك ظروف أمنية معقدة، فكان هذا القرار قضى بإيقاف المشاريع التي لا يمكن أن نوفر التخصيصات المالية لها. بالتالي هذا حقيقة القرار أوقف عدد غير قليل، هذا سبب رئيس. سبب آخر يرتبط بالعقود، وجود خلل في التعاقدات بين الجهات المستفيدة والشركات المنفذة، بعضها يعود إلى أسباب فساد، بعضها يعود إلى عدم رصانة الشركات المنفذة وبالتالي تلكئة الشركة وسحب العمل منها. وأكو طبعا قضية سحب العمل عندنا بالعراق معقدة جدا، يعني عندما يسحب العمل من شركة منفذة تدخل إجراءات قضائية وأنه المشروع لازم يستكمل من قبل الشركة المسحوب منها، والشركة تدرج بالقائمة السوداء، وتعقيدات أخرى غير التعقيدات مال التلكؤ كبيرة جدا. بالنتيجة أقول الآن ملف المشاريع متلكة حقيقة وضع على الطاولة، وهناك معالجات حقيقية راح نلمس شيء على أرض الواقع. نعم بالتأكيد، يعني أنا ذكرت مستشفيات الآن أكو يعني إجراءات بخصوص المدارس مثلا، إجراءات بخصوص باقي المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات، ولكن أيضا بالمقابل لدينا المشاريع المستمرة اللي هي على قيد التنفيذ وأيضا موزعة على مختلف القطاعات. نتحدث عن 7005 مشاريع موزعة على مختلف قطاعات التنمية، وهذه المشاريع أيضا فيها نسب إنجاز. هذه ما بيها مشكلة، هذه مستمرة بحسب يعني توقيتاتها وأعمارها. اليوم وزارة التخطيط لديها لجان منتشرة في كل المحافظات تقوم بمتابعة هذه المشاريع وتعالج الإشكالات التي قد تظهر في أي لحظة في هذا المشروع أو ذاك، سواء كان مرتبطة بالشركة المنفذة، بالجهة المستفيدة، بقضايا الصرف إلى آخره، حتى تعالج، حتى المشروع ما يتوقف ويستكمل على أتمه. يعني حتى الحكومة رفعت شعار سيد رئيس مجلس الوزراء عام 2023 عام إنجاز المشاريع إن شاء الله. ولذلك احنا حقيقة نركز حتى في رسائلنا الإعلامية اللي نبثها يوميا من خلال متابعات فرقنا الميدانية، انه نركز على تواريخ الإنجاز. يعني في عام 2023 سنشهد إنجاز عشرات لما أقول مئات المشاريع كانت ربما متلكئة، مرتبكة، متأخرة، لأي سبب كان، وجود تعارضات أحياناً للمشروع، يعني يوصل إلى مثلاً يعني عذراً على المقاطعة على مود يعني أوصل لي حالياً راح نلمس مثل ما لمسنا بعض الأمور اللي نشوفها بالشارع الآن، راح نلمس أمور بما يخص المشاريع المتلكئة باختصار. طبعاً ما نشاهده في الشارع هو نتاج لهذه الجهود اللي تحدثت عنها، يعني يعني فيما يتعلق بالكهرباء، بالنقل مثلاً الزملاء موجودين أتحدث بالتأكيد، يعني وزير الكهرباء مثلا سيد وزير الكهرباء يعني زياراته متكررة إلى وزارة التخطيط، ويجلس مع السيد الوزير وزير التخطيط والكادر المتقدم ويضعون المعالجات أولا بأول لكل حالة من الحالات التي قد تطرأ وتواجه عمل الكهرباء. كذا الحال بالنسبة لوزارة النقل وباقي الوزارات. أقول نعم أنه نتاج هذه الجهود وهذه الإجراءات ستظهر، وأنا قلت عام 2023 هو شعار الحكومة عام إنجاز المشاريع إن شاء الله. أستاذ ميثم، أكو موضوع مهم جدا يعني انطرح بالساحة، وخاصة إحنا بالكواليس شوية تكلمنا عنه، بس هو مهم إنه يظهر إلى الإعلام وإلى العلن. شنو الفرق بين طريق الحرير وطريق التنمية؟ طريق الحرير حسب أصحاب الطريق اللي هم المشروع الصيني، طريق الحرير هو بالأصل ثلاث طرق، طريق يمر من الصين باتجاه روسيا نحو الدول الأوروبية الأخرى، وطريق آخر من الصين باتجاه الهند وأيضا باتجاه الدول الأخرى، والطريق الثالث اللي هو طريق الشرق الأوسط، وهذا أحكي عنه الطريق القديم يعني باتجاه الشرق الأوسط من خلال باكستان، مرورا بإيران، مرورا بالعراق باتجاه أوروبا، يعني باتجاه تركيا. هذا طريق الحرير. المفهوم الآخر للحزام والحرير اللي هم يحشون عنه، اللي هو هذا يعني يرافق يعني طرق يعني موجودة على الأرض سواء برية أو طرق سكك،
وهذه تكون يعني موجوده بالقرب منها يعني حسب الـ يعني المفهوم اللي الدارج انه مصانع وشركات وممكن ان تنمي هذا الطريق. نعم. هذا بما يخص طريق الحرير. لكن احنا بالعراق حاليا عندنا طريق التنميه. نعم. طريق التنميه شنو؟ اعتبر انه طريق الحرير العراق. احنا لما اسسنا ميناء الفاو بالعراق هذا المشروع العملاق الهائل الضخم اللي بيه عدة مشاريع ايضا هو اقرب نقطة لوصول البضائع باتجاه اوروبا. نعم. تمام. لما تجي الحمولات عن طريق ميناء الفاو وتتوجه باتجاه اوروبا اصحاب يعني نظرية مشروع الحرير يقولون لا احنا نريد مثلا خلينا نقول طريق الحرير نفسيته هنا. احنا ما ننتظر الدول الباقية شو وقت يعني ترحمنا وتنزل يعني يعني ممكن ان يفوتون مشاريع يدعمونا بها. احنا بلادنا مفتوحه وبلادنا اقتصاديه يعني المركز الاقتصادي العالمي راح يكون بالعراق. العراق موقع استراتيجي لرب العالمين انطانا هاي النعمه لازم نستثمرهم ننتظر مشاريع الاخرين. يعني مثلا طريق الحرير باكستان لحد الان ما محسوم بسبب الاوضاع اللي موجوده. نعم. وايران ايضا ما محسوم هسه سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي. فاحنا راح نبقى انا هسه راح اروح باتجاه يعني الامور السياسيه راح اتحدث بالموضوع. فاحنا راح ننتظر شو وقت هم راح يكملون هذه المشاكل اللي بيناتهم على مود يجي العراق المشروع. بس زين هذا المشروع لما يمتد حسب الخرائط اللي موجوده راح عن طريق ايران باتجاه اما محافظه ديالى او محافظه واسط باتجاه تركيا. اذا هنا طريق ميناء الفاو شنو دوره يعني اللغه. احنا هسه هذا الموضوع ما راح انا يعني احكي ممكن انه بالمستقبل يصير اكو تفاهم به. لكن اريد اقول يعني مثلا احنا اذا عندنا ميناء الفاو وطريق التنميه هو اللي موجود، طريق التنميه هذا المشروع العملاق اللي ممكن انه يصير استثمارات على جانبي الطريق اللي انا وصفته مره بلقاء من اللقاءات انه هو النهر الثالث باتجاه العكس. مورد اقتصادي ضخم، تجمع سكاني راح يكون بالقرب من عنده، ايضا بالاضافه الى يعني التطور اللي راح يكون به انعاش انعاش للاقتصاد مرور الوقت. يعني احنا بالعراق الميزانيه او اعتمادنا على ايرادات النفط، لما يكون عندنا طريق التنميه يعني فتره من الفترات وصلت ايرادات النفط 20 مليار دولار. ترى طريق التنميه وصل للذروه مثلا وصارت به مبالغ مقاربه لايرادات النفط. احنا راح نكون كشعب الى قوه اقتصاديه، مركز اقتصادي عالمي، اعتبر يعني طريق التنميه هو نواه الاقتصاد العراقي المقبله. راح يكون واذا اكو مثلا يعني خطط أيوة مثلا استثماري هم مثلا يقولون انه الصين رادت تعطينا 500 مليار يعني مليار ما يلغي التنميه. احنا بالنسبه لنا كعراقيين احنا ماشيين بمشروعنا اللي يريد يلتحق بمشروعنا وفق رؤيتنا من ميناء الفاو باتجاه اوروبا بشركات مصانع. احنا ممكن بالمستقبل العراقيين اذا كعراقيين اذا اقتصادنا شويه نهض نفسه ممكن ان هاي الشركات والمصانع احنا نبنيها. هذا اللي نأمله يعني وهذا اللي اوضح المفهوم البعض يعني اللي ما فاهمين شنو طريق التنميه وشنو طريق الحرير وغيره. بارك الله بك. وصلت هي الفكره واحنا هذا اللي نتامله. بالتالي احنا ما نريد يلغي خطوط عندنا وتلغي طرق عندنا في سبيل انه نفتح طرق اخرى يجوز ما تنفعنا لنا كبلد. خليني شويه نخرج من اجواء السياسه واخذ لصفنا. استاذ احمد راح اسالك سؤال أسأل براحتي. محطة من محطات حياتك هو محطة العمامة والحوزة وكذا، شنو اللي يعني هذا المكان اللي كنت بيه والمكانة، شنو اللي أثرت عليك اليوم كمتحدث وشنو اللي أخذته من عندها؟ يعني قبالة انه الدراسة الحوزوية اللي درستها اللي دائما الناس تشير على انها سبة في حين هي انا اشوفها يعني هذه منقبة اعطتني الكثير. اولا انا درست بالحوزة العلمية اللغة العربية، درست المنطق، درست الفلسفة، درست التفسير، ومن ثم درست الخطابة. جميل. درست الخطابة وبشكل مكثف وانا خطيب ل 22 سنة وما زلت. على بعدك نعم على فترات بمناسبات دينية نعم. فهذا جعل من عندك شنو؟ اولا عندك ملكه الاسترسال. ملكه يعني انا كان تقعد قدامي على المنبر الاف. الاف تقعد قدامي وانا القي محاضره. بالتالي اعطاك امكانيه على الاسترسال، اعطاك امكانيه على ربط المواضيع، اعطاك امكانيه ان تبدي بمقدمه وتعطي البحث ومن ثم تصل الى خلاصه. تقدر تستغل جزئيات وقتك، جزئيات الحوار، جزئيات الخطاب،
وتوصلها للناس بالطريقة اللي تستسيغها الناس وتشوفها أنت وصلت الفكرة. هذا واحد. البعض يراه سبة، أنا أشوفها من قبة قبالة إن الدراسة الحوزوية الناس ما تشير إلى الدراسة الأكاديمية. أنا مهندس كهرباء. نعم. أنا مهندس كهرباء. هو لازم أسألك عن هذا. البعض عندهم لغط إنه أنت، هل أنت أساساً في الوزارة وأصبحت متحدث أم جيت لي الوزارة؟ فهذه لازم نوضحها. شوف، أنا بداية تعيين 28/6/1995 تعينت بوزارة الكهرباء. تعينت أول بداية تعييني كان بمحطة جنوب بغداد الحرارية، وكنت أعمل بوحدات التوليد. انتقلت من محطة جنوب بغداد إلى محطة الدورة، من محطة الدورة طبعاً أقصد إنتاج، محطات إنتاج. انتقلت من محطة الدورة إلى محطة بيجي، من محطة بيجي رجعت إلى الشركة العامة لإنتاج الطاقة، من إنتاج الطاقة نقلت للشبكات، من الشبكات عملت مدير المتابعة المركزية لشبكات نقل الطاقة، من شبكات النقل نقلت إلى مركز السيطرة الوطني. إذن يعني أكو تدرج. من مركز السيطرة الوطني إلى شركة الرافدين للمعلومات، معلومات وزارة الكهرباء، من شركة المعلومات إلى دار التوزيع كهرباء بغداد، من دار التوزيع كهرباء بغداد عملت مستشار محافظ بغداد لشؤون الكهرباء، من بعدها عملت عضو الهيئة التنسيقية للمجالس المحافظات، ومن ثم عملت مدير محطة كهرباء. ما خليت مكان. هذه الناس ما تذكرها، يذكر إن هذا الرجل إجا معمم. إيه؟ أنا أتخطر كل بعض من يكتب لي بالتعليقات أو حتى يراسلني على الخاص. ويشوف الصورة إنه برباط وقاط، ويشوف الصورة بصفها بعمامة، قاعد بعمامة، يستغرب. فمن يدخل يسأل قال يا أخي أنا أتابع لك واحد، والله راسلني قال يا أخي أنا أتابع لقائك، أنا أخوك أنا مهندس معماري، أشوف الكم المعلومات اللي تطي والحديث الفني اللي تطي، مو مال واحد ما يدري شحتي، مو مال واحد. قلت طقيت له صورة اللي شاهدت الهندسة ودزيت لي. من هو الأول كونك مهندس لو معمم؟ لا طبعا يعني أكيد العمامة كانت قبل. يعني كانت قبل، وأنا درست لمرحلة المقدمات والسطوح، وصلت للسطوح العالي بالحوزة العلمية. ركزت بموضوع الخطابة، أنا خطيب وخطيب معروف أيضا كذا، وما تنكرت لهذه يعني لهذه الصفة أبدا. أنا أشوفها خدمة، هذه وخدمة حسينية أيضا. ما تشوف ليش إحنا أول ما أجا هاي خفنا خافي هسه يعطينا خطابة بعد شيء؟ لا لا، بالتالي شوف، هي بحد ذات الخطابة جعلت من عندك مخارج الحروف تامة، طبعاً طبعاً لغتك سليمة، عندك إمكانية على ربط موضوعاتك، تقدر توصل فكرتك للناس بشكل ممكن تستسيغ الناس. ولذلك يجوز صنفنا الناس إنه إحنا من المتحدثين الناجحين يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. على 3 سنوات على التوالي طبعا انا هندس الزار اللي فاز بالعام المقبل الماضي. 3 سنوات انا افضل متحدث رسمي بعموم العراق. هذا شيء يفرح انه الانسان يفتخر بتاريخه وباعماله. طبعا اني اضوج انه ينتهي البرنامج، واني ما سأل الاسئله اللي عندي كلها، ووقت البرنامج انتهى. لا مو معقوله. والله العظيم الحديث معاكم يعني فعلا ممتع وبي معلومات قيمة. لكن مخرجنا نختم. فالوقت هو سبحان الله يمر بسرعة، فأشكر حضوركم وأشكر جزيلا لكم. ساعتين البرنامج. أي والله مو الوقت وياي يمشي بسرعة. ممنونة لوجودكم، وشكرا جزيلا لحضوركم مرة أخرى. إن شاء الله نكون وصلنا ولو معلومة بسيطة للناس، وانطينا بعض الإضاءات عن حياتكم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. إحنا دائما نقول محطاتنا مستمرة، انتظرونا يوم غد إن شاء الله بمحطة أخرى. إلى اللقاء.